الصلاة بعد السلام على النبي خير الأنام. هيا اسمعوا مني يا كرام، هقول حكاية حلوة وعالة لها معاني ولها أهداف، عن شخص كان من ربه بيخاف، أم وأبوه كانوا أشراف، وهو صالح وابن حلال. اسمه إيه؟ طبعه إيه؟ هنقول عليه اسمع يا عاشق وصلي وصلي عليه. من أول الإنسان البدائي ما كان بيجتمع حوالين النار، ولحد عصر منصات الأفلام والمسلسلات وهو بيحب القصص. القصص كانت وما زالت وسيلة لنقل القيم والأعراف والعبرة ما بين الأجيال. هنا في الشرقية القصة هي رقم واحد في الغنى التراثي الشعبي. فين يا حاجة يا مش القطيفة، راح أزور العربي محمد والكعبة الشريفة. يا فاطمة يا فاطمة يا بنت التهابي، افتح البوابة يا فاطمة أبوك نادانا. راح فين يا حاجة يا مش السماوي، راح ازور العربي محمد وارجع الجناوي.